مرحبا، أنا من سوريا وإجيت على هذا الأوتيل لنشتغل ونرتاح، وكتير حبينا هون. في كتير خدمات حلوة والواحد ممكن يرتاح ويعمل كتير شغلات مثل العلاج بالطين أو حتى سباحة، أو في حديقة حيوانات ممكن يشوفها. أنا هلأ طلعت من جلسة العلاج بالطين، أنا كتير سعيدة، النتيجة كتير حلوة والمزاج كتير عالي، وبنصح كل أصدقائي يجوا على يالتا انتوريست سواء للعمل أو للراحة أو للتسلية. مرحبا ضيوف يالتا انتوريست من سوريا.